زوران ماميتش المدرب السابق للعين الاماراتي والهلال السعودي رجع لنا تاني عبر سكايب. يا فندم اهلا بيك مجددا. هاي الصوت الان جيد؟ انا اسمعك بشكل جيد. كنا نتحدث عن حسين الشحات، قلت لك انه حسين الشحات قعد فترات صعبة مع النادي الأهلي لا يقدم أداء كبيرا بعد انضمامه من العين الإماراتي، ولكن في هذا الموسم حسين الشحات هو أحد أفضل لاعبي النادي الأهلي. لماذا مر حسين الشحات بهذه المرحلة الصعبة في وجهة نظرك، ولماذا تحسن كثيرا هذا الموسم؟ I understand beginning, but at the end of the question I didn't understand you very well. You asking about Hussein El Shakhat is a great player. I cannot talk what he do now in Egypt because حسين الشحات هو لاعب كبير ولاعب عظيم، لا يمكن للحديث عن المستويات الرائعة التي يقدمها الآن. أنا أتمنى كل توفيق ونجاح. أنا لا أعرف إذا كان هل سيشارك من البداية في هذه المباراة، ولكن أتمنى أن يشارك من البداية كأساسي ويصنع مستوى جيدا ورائعا مع النادي الأهلي. طيب قلت لي انك هتتمنى فوز الاهلي بنهائي دوري ابطال افريقيا، تمني ولا انت شايف انه الاهلي هيكون له الافضليه في هذه المواجهه على المستوى الفني امام الوداد؟ طبعا انا اعتقد ان الاهلي هو اكثر الانديه نجاحا وتحقيقا للالقاب في هذا النوع من المنافسات والبطولات الافريقيه. سوف يقوم بلعب مباراتان على الذهاب والإياب. أتمنى أن الأهلي سوف يفوز بهذا اللقاء. الأهلي يضم مجموعة متميزة من اللاعبين وقدموا مستوى رائعا وعظيما للغاية، وأتمنى له كل توفيق لحصد هذه البطولة. طبقا لتقارير صحفية مصرية، هل تفاوض النادي الأهلي معك بداية هذا أو قبل بداية هذا الموسم للتواجد على رأس الجهاز الفني للفريق؟ مارسيل كولر هو مدرب عظيم، وهو كان مدربا رائعا في ألمانيا، وكان يلعب في ألمانيا وحصد على المزيد من البطولات المحلية هنالك. هو مدرب عظيم، أتمنى أنه يجد الحل التكتيكي المناسب لهذا اللقاء ويفوز ويحصد لقب الأفريقي لهذا العام. أنا أتمنى أن الأهلي سوف يحصد هذه البطولة هذا العام. بالتأكيد مارسيل كولر يقدم أداء رائع جدا مع النادي الأهلي. طب بتحدث عن مفاوضات حصلت بينك وبين النادي الأهلي سابقا، هل الأهلي حاول أن يضمك للجهاز الفني للنادي الأهلي أو أن تكون على رأس الجهاز الفني للنادي الأهلي في وقت من الأوقات؟ الأهلي تواصل معي عدة وبضعة مرات قبل ذلك، وتحدث مع وكيلي، ولكن في هذا التوقيت الذي تواصل معي فيه ومع وكيلي لم أكن جاهزا، ولكن قلت أن في المستقبل سوف أكون مدربا فنيا للنادي الأهلي في المستقبل. وقتها رفضت النادي الأهلي لأسباب متعلقة أنك كنت تدرب أحد الفرق الأخرى، ولا كان لأسباب تعاقدية ومادية؟ نعم، لا أتذكر تحديدا، ولكن أتذكر ذلك أنه أحد هذه الأوقات تواصل معي ومع وكيلي شخص ما بخصوص النادي الأهلي. في ذلك الوقت أنا كنت مع دينامو زغرب، ولم أكن بإمكاني أن أنتقل للأهلي
لم يكن ممكنا في هذا التوقيت تحديدا، ولكن في المستقبل أتمنى أن يكون انتقالي للأهلي كمدرب في المستقبل. كيف تكون مدربا جديدا كما أيضا هنالك مدربا لبيراميدز في العام المنصرم؟ كنت في ذلك التوقيت ألعب وأدرب نادي دينامو زغرب، وكنت أشارك في دوري أبطال أوروبا. أيضا قمت بتدريب حسين الشحات، وكان لدي وقتا رائعا كمدربا فنيا ومديرا فنيا للعين الإماراتي. كما قلت لك، ممكن في المستقبل أن أكون مدربا للنادي الأهلي. أنا أرحب بذلك، ولكن خلال حديثي معك في هذا البرنامج أعلم جيدا أن هنالك فرصة في المستقبل كي أدرب النادي الأهلي. عظيم. بعيدا عن النادي الأهلي ونهاية دوري أبطال أفريقيا، دربت في السابق فريق الهلال السعودي، رأيك إيه في أنباء انتقال ليونيل ميسي أو إمكانية انتقال ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي؟ أنا كنت هنالك منذ فترة قصيرة وقضيت وقتا ممتعا، والهلال هو أحد أكبر الأندية في المنطقة العربية. لم أكن محظوظا في تدريب الهلال مثلما كنت محظوظا وقت تدريب العين الإماراتي. لم يكن وقتي جيدا أثناء التحاقي للهلال السعودي، ولكن لم أحظى بفترة أكبر من 6-7 شهور كمدربا للهلال. كان هنالك 5 لاعبين من القوام الأساسي لنادي الهلال والمنتخب السعودي مصابين أثناء فترتي كمدربا فنيا للهلال السعودي. شاركنا في العديد من المنافسات والبطولات. كان شاركت كمدربا حوالي 82 يوما. كان لدي قائمة صغيرة من المشاركين من اللاعبين لنظر العديد من الإصابات. حاولت مرارا وتكرارا تعديل الخطة حتى كان هنالك من اللاعبين من المتوسط الميدان ألحقتهم بقلب الدفاع. لم تكن التجربة جيدة، ولكن كانت حسنة إلى حد ما. ولكن الهلال هو أحد أعظم الأندية وأكبر الأندية في المنطقة العربية. لا أعرف حقا انتقال ليونيل ميسي إذا كان هذا الخبر صحيحا أم لا، ولكن النادي قوي للغاية من حيث الناحية المادية، قادرا على ضم ألمع النجوم، ولا نرى ذلك. بمناسبة ليونيل ميسي، هل ترى أن كريستيانو رونالدو نجح مع نادي النصر؟ تجربة كريستيانو رونالدو مع نادي النصر خلال هذه الفترة القصيرة نجحت أم لا؟ حسنا، هو شارك معهم والتحق بهم وأحرز العديد من الأهداف. كان صعبا عليه أن يلعب في الدوري السعودي، خصوصا مع اهتزاز المستوى الفني لباقي اللاعبين. لكن قدرة كريستيانو كانت جيدة بالنسبة للدوري السعودي، ولكن لا أعرف حقا، ولكن أرى أن الهلال أفضل فنيا وبدنيا من حيث اللاعبين، وقاموا بموسم رائع حتى الآن. أنا أعرف أن المواطنين السعوديين يسعون إلى تحسين الصورة الخاصة بدوري المحترفين السعودي من خلال تطويع تلك الخدمات وتحسين خدمات الدوري المحترفين هنالك، واستضافة كأس العالم أيضا.
زوران ماميتش المدير الفني السابق للعين الاماراتي والهلال السعودي والنصر ودينامو زغرب، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واحد من اهم مدربين اللي جم المنطقه العربيه واكثرهم نجاحا يعني. طيب